واحدة من أكثر الوجبات شعبية في مختلف الدول العربية هي وجبة المندي، وجبة لحم يمنية تقليدية يتم طهيها في فرن تحت الأرض، تزداد شعبيتها بين الذواقة في اليمن وخارجها، وتقدمها العديد من الدول العربية. الطبق الذي تعود أصوله إلى منطقة حضرموت باليمن مكون من لحم الضأن المتبل بمزيج فريد من البهارات، وتتم تسويته في حفرة تحت الأرض أو التنور، ويقدم مع الأرز. بالنسبة لطريقة المندي، هو تولع في حطب، تجيب اللحم تعمل له الملح والبهارات حق لها خلطة، تعملها لما يجهز التنار، تعمل الرز أول تحت، تعمل اللحم فوق الرز، الدهون حق اللحم كاملة تحط فوق الرز. وتجاوزت شعبية المندي حدود اليمن لتصل إلى الدول العربية الأخرى، بل ويعتبر طبقا رئيسيا في العديد من البلدان. اللحم المندي ما كان شيء هنا في صنعاء، هذا وجبة حضرمية ما كانوا يعرفوه هنا في عام، يعني في عام 82 فكينا المطعم هذا، وعملناه. هذا لحم مضبي، نقول له مضبي. تبدأ عملية طهي المندي بتتبيل اللحم في صينية قبل وضعها داخل الفرن في حفرة تحت الأرض، ويتم حرق الحطب وتحويله إلى فحم لتوليد الحرارة. يطهى اللحم جيدا بالبخار، وتستغرق تسويته نحو ساعتين. فالمندي طريقة تجهيزته وطباخته يعني أكلات لذيذة ولها شم وطعم سمعك. فجأة كل يوم أنا وأصحابي وأصدقائي نتغدى مندي. طبق المندي يكون حاضرا عادة خلال المناسبات الخاصة في اليمن وباقي دول الخليج.